مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، تحياتي لكم إخواني الكرام أينما كنتم. معنا واحد الشاب اللي كيعيش في الشارع، غادي قربنا أكثر القصة ديالو. أشنو سميتك؟ محمد. هضر بالجهد. محمد أشنو؟ علاش أنت دابا في الشارع؟ شفناك يعني كاع الناس داخلين للديور ديالهم وأنت جالس في الشارع، أشنو واقع عليك؟ عايشين في الشارع. إيه؟ عايشين بزاف، حنا ديما تعيشو هنايا في الشارع، الناس داخله ديورهم وحنا عايشين في الشارع. علاش انت جالس في الشارع؟ وحنا تنتمناو من الله تكون حنايا عندنا دارنا ونعيش حنا في الدار بحالنا بحال الناس. اشنو وقع لك؟ علاش خرجتي من الدار؟ اشنو السبب تخرجتي من الدار؟ ما لقيتش فيها الراحه ديالي بحال 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 الناس، ما لقيتش واحد المعاناه لواحد الام لا تحن فيا، اولا اب اولا أو أم مرت الأب تلقى الصعوبات باش تعيش معاه بزاف، تلقى الصعوبات. إيه صافي، ماشي واحد الحنان لا تهلا فيك وديرك بحال ولادة، صعيب تحن فيك بزاف. وشحال دابا أنت باش خرجتي من الشارع؟ باش خرجتي من الدار عفوا؟ شي 5 سنين هادي. يعني 5 سنين وأنت بلا حنان ديال الأم، بعيد عن الوالدين. بعيد عن الوالدين بزاف. ايه وشنو الام دابا؟ كاين ناس يعني دابا شفناك يعني الناس غادي يفطروا وانت مازال ما عندك ما تفطر. ما كاين مازال، هو الله قاد على الامه ديالو، الله قاد على الامه ديالو. ولا هم لك الحمد، واخا حنا تنعيش في الشارع لا هم لك الحمد، الله مع الصابرين. يعني انت صابر واخا؟ لا الله مع الصابرين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي هبط عنده جبريل، قال لي نعطيك الدنيا بالمفاتيح ديالها وبالمخازن ديالها، ولكن غادي تاتيك الموت. قال لي ما عندي من، قال لي ما عندي من. وفتره اخرى قال لي عاود ثاني، راك غادي بغيتي الاخره تعيش فيها خالدين. قال لي اما الاخره، قال لي الدنيا ما عندي ما ندير بها. قال لي اما الاخره. والناس يعني كيفاش الناس كيتعاملوا معاك؟ كيفاش؟ لا اما لك الحمد، تيهبطوا لينا الفطور، تيهبطوا لينا كل شيء. وكتبقى يعني كتصوم؟ تنصوم. لا اما لك الجوع، واخا داك الشيء. واخا الجوع، واخا هكاك تنصوم. عاود الناس يعني المعاناه ديالك في الشارع، كيفاش دايره الظروف في الشارع؟ الظروف ديال الشارع صعيبه بزاف. صعيبه بحال غادي كاين الناس يحنوا فيك، كاين الناس ما يحنش فيك، كاين بنادم تيحتقرك، كاين بنادم تيحسبك بحال ولدو. الحياه ديال الشارع هي قاسيه بزاف، بحال شكل البحر، فيه بوسيف، فيه كبايله، فيه بحال شكل البحر، القويه كل الضعيف. ولكن رغم ذلك الناس يتحنوا بعضياتهم. واخا منين ولات هذه الفتره ديال هذا كورونا، الله يجعل ربي، الله يحيدها علينا وتفتح المملكه المغربيه، رغم ذلك كاين الحنانه، كاين الناس المؤمنين، كاين الناس تيعطيو الدعم، كاين الناس مخفيين تيعطيو صدقه مخفيه، تيعطيو قفات للمحسنين، تيعطيو المحسنين، تيجيبوا القفات، تيعطيو الفلوس. كاين اللي تيعطي 20,000، كاين اللي تيعطي 40,000 ريال بجوه، تيعطيها مستوره. ولكن انت ما صرفتي والو من هذا الشيء. تيعطيونا الناس، لهم ولك الحمد، تيعطيونا ديما الناس حنايا. يعني مرة كيدوروا معاك. تيجيو الناس لهنا، تيعطيونا قفات، تيعطيونا الفلوس، لهم ولك الحمد. والأمنية ديالك واش شي نهار كتمنى حتى أنت تكون عندك دار؟ الأمنية ديالي أنايا قبل ما نموت، أنا تنتمنى الحج، ولا كتب الله نتزوج، هذه هي الأمنية ديالي أنا. لكن كتمنى أنك تحيد من الشارع هكا؟ هاد الاميه ديال الشارع ديال ولفناها صافي، ولات عادي. يعني ولا كيجي ولات عاديه الشارع، ولا عادي بحال جالس في دارك. علاش؟ رغم ذلك جالس في الوطن ديالك والمملكه المغربيه حاميه كاع البلدان، ما يمكنش كتتآذى. وتنتمناو من الله ينصر سيدنا، والله ينصر المملكه المغربيه. وحنا كيفاش يعني فين كتاكل؟ فين الناس اللي تيخرجوا لنا الماكله والناس اللي تيوكلونا؟ لهم ولك الحمد، حنا راه مع المجتمع، المجتمع تيوكلنا ويشربنا وكل شيء. والرساله ديالك الناس اللي يعني كيحقروا كيشوفوا شي واحد كيقول لك هذا متشرد؟ لا هذاك المتشرد الا تأدى هو بحال تأدينا حنايا،
راه هو مواطن مغربي، حتى هو مواطن مغربي، خصنا نحسو نحسو به. علاش الا تعدى هو بحال تعدين واحد النهار نتعداو حنا ويولي هو غني، غادي ما ربنا يحنفك حتى هو غادي يحنفك. الدوله كانت تعطي الصدقه ولا تطلب الصدقه؟ هي العراق ام العراق كانت تنفق على العرب ولا تطلب الصدقه مسكينه؟ ورغم ذلك العرب ما فرطوش فيها، تعطيهم. كذلك الناس يعني كتشوف الناس يعني بحال هكاك بحال الناس بحال هكاك. اما اليتيمه فلا تقهر، اما السائله فلا تقهر. قال لك اليتيمه الا حنيتي فيه حن في اليتيم والمسكين واللي مقهور، تدخل انت وياه للجنه. اما لا خرجتي الماكله في وسط الدار ديالك وعطيتها لواحد المسكين، علم الله شحال ديال المصائب تتحبسك. او يعني عمرك تعرفتي شي الفضاء؟ عمرك لا، مالك الحمد، كلشي المخزن الجندارم الدرك الملكي كاملين عارفيني، حتى واحد ما تيأديني. يعني الناس يعني الناس يعني كيتعاطفوا معاك؟ تيتعاطفوا معايا، حتى شي واحد ما تيأديني، حتى شي واحد ما تيقيسني. الرسالة ديالك المغاربة اللي كيشوفوا فيك دابا، شنو تقول للمغاربة؟ المغاربة تنقول يعني لهم باش يحنوا في الناس. و من الشرق إلى جنوب إلى شمال، وتنوجه الرسالة لخوتنا الجزائريين الأشقياء وليبيا، سلطة عمان، فلسطين الحرة، ليبيا، الجزائر، كل شيء. تنتمنوا لهم اللي مات الله يرحمه، والله ربي تحيد علينا هذا الوباء. والمملكه المغربيه تنوجه للملك ديالنا، تنوجه ليه الرساله، يا ربي تحيد علينا هذا الوباء هذه، والمملكه ديالنا الله يجعل ربي يحفظها لنا. فاش كدير انا؟ يا ربي تحفظها لنا، يا ربي يا ربي تحفظ لنا هذا الباب، ويا رب يا رب ويا ربي تحيد علينا هذا الوباء هذه. نتمنوا من الله يا ربي تحيد علينا هذا الوباء هذه. والديك يعني والديك كتمشي عندهم شي نهار واخا داروا فيك داك الشيء كامل، واش تقول لهم؟ تتمنهم الرساله من الدار البيضاء حتى للقنيطره. الله يسمح لهم، مرت با الله يسمح ليها، وبا الله يسمح ليه، امي اللي شافها يتهلا فيها، وعزيزه الله يسمح ليها وتهلا لي عاف امي، وخالف حي المحمدي تنبل تنعطي الرساله ديما هو اللي تيتهلا فيا بحي المحمدي، تنمشي تحسبني بحال تعترضني بحال ولده، وبنته مريضه الله يجعل ربي يشافيها. تنوجه الرساله لكامل الملك ديالنا الله ينصره، والله ينصر هذه المملكه المغربيه، ويا ربي راه ما بقى والو.